بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا صباح الخير، يا صباح السرور، يا صباح الأمل، يا صباح الطمأنينة، يا صباح الأمن والأمان، يا صباح طاعة الرحمن، يا صباح الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، يا صباح السعودية العظمى. الله يصبحكم بالخير جميعا ويحييكم متابعينا ومتابعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا أينما كنتم، ومرحبا بمن حضر معنا. ونقول لكم جميعا يا مرحبا يا ضيف، والله يحييك ترحيب في هالغلا والمودة. يتجدد اللقاء بكم، واعتذر غبت عنكم يوم، نقصت الجدة عندي شغل، والله أني في جدة وقلبي معكم، ولكن من حضر من المطاليق سدوا، وحضور معكم شرف. كل أن يتمنى أن يحضر أمامكم ويتكلم، لأن هذه المنابر أمانة ولا يوفق لها إلا من حظه إن شاء الله كبير. الله يوفقنا وإياكم لطاعته. اليوم معنا مجموعة كبيرة من المبدعين اللي خدموا وطنهم في شتى المجالات، وأكيد أننا نختار ضيوفنا بعناية، ونختار من كان له بصمة مجملة سواء في مجاله الوظيفي أو في مجاله الاجتماعي. فالله يحييهم جميعا ترحيب المطر. ولكن كالعادة أبدأ بالترحيب بضيوفي ومن حضر معي باليمين، وعلى يميني أخوي أبو سليمان. الله يحييك أبو سليمان. بمن غا ولو غاب نظر عنكم فليس القلب ينساكم. يا سلام يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يسعد صباحكم ويطول عمركم، يسعدنا وانتم سعادة لا نشقى بعدها، لا في دنيانا ولا في آخرتنا. يا رب. الله يسعدك يا عبد الله، يسعد ضيوفك والمشاهدين والمتابعين. صباح المطر والسفر والعلوم الزينة. اليوم أمطار وأمس أمطار، وما شاء الله تبارك الله، محل ما تتوجه. الحمد لله يا ربي لك الحمد. خيرات وأمطار واستقرار ونماء وتقدم ورخاء، محل ما تروح ما تشوف ما لا تتوقع. الحمد لله، وهذا فضلا من الله. الحمد لله. الحمد لله. الله يحييك أبو سليمان. أبو صالح صبحك الله بالخير. مرحبتين، الله يصبحكم بالخير الحاضرين والمشاهدين. ونرحب كذلك بالضيوف من ممشاهم ولي ملفاهم تبارك الله، وانتم سالمين غانمين. الله يحييكم. أخوي عوض الهاجلة، مرحبا ترحيب المطر. الله يبارك فيك، صبحكم الله بالخير ومشاهدين القناة، والحقيقة متابعين لكم من فترة ومعجبين بالحقيقة بالطرح وبأسلوب أدائكم أبو عبد الله، والأخوان اللي من سنوات نتابعهم، والحمد لله اليوم شفناهم على الطبيعة ونجوم، ونعم النجوم الحقيقة، ونعم ما يقدمونه. يبقى أثرهم دائما، صناعة الأثر أفضل ما يقدم الإنسان في حياته، أنه يعطي للآخرين الأثر. لذلك اليوم حنا هنا أنا وأخوي الأستاذ جلعود، لعلنا نساهم معكم لو بجزء بسيط. الله يحييكم، وأنتم إضافة مميزة، وأنت أخوي عوض رجل دولة ورجل مجتمع، ورجل لك دور في خدمة وطنكم ومجتمعك، ورجل مثقف وصاحب كلمة، وجميع من حضر معنا والله مميز. حنا في راعي المثل يقول البدوي، حبيناكم فخصيناكم، فأنتوا لنا حبيناكم والله خصيناكم. الله يحييكم. أخوي حمدان أبو علي صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالرضا والسرور والمجلس المسرور، وتفتح الورود. يا سلام. والأمن والأمان في هذا. وين القرص المخمور وسائل إن شاء الله؟ لا هذا بعضها من خيمان يكفينا ذلحين، ولكن إن شاء الله لا هو دوره بعد كل فترة كذا إن شاء الله يعود. ثاني دور وموجود، والقرص المخمور موجود، وإحنا في دولة بن سعود، والله يجعلنا وياكم من السعيدين في الدنيا وفي الاخره. من زود في زود. من زود في زود. الله يحييك ابو علي. الله يحييك ابو علي. اخوي الغالي الدكتور عبد الهادي العرجاني، مرحبا ترحيب المطر. الله يبقيك شيخ مبارك، ويحييك ويحيي المشاهدين والمشاهدات وضيوفك الكرام، وانا سعيد الحقيقه في هذه الاستضافه، وانتم الحقيقه يعني كل واحد يتشرف ان يشارككم. الله يحييك يا دكتور. انتم يعني وضعتم لكم بصمه عظيمه في هذا المجتمع وفي هذه الدوله المباركه، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر، ونجعلنا وإياكم دائما مباركين. الله يحييك يا دكتور، وأنت إضافة مميزة، وشكرا لك ولكل الأخوان اللي قبلوا الدعوة، شكرا لكم يا الأوفياء. أبو عبد الرحمن صبحك الله بالخير. الله يسعد صباحك. شكرا لك، أنت مرتي بيض الله بيتي. أما مرة فعلى حضورك وتواجدك معنا وانت راعي محل، وأما الشكر الثاني على أنك سديت مكاني يوم رحت الجدة. الله يبيض وجهك. مكانك صعب يا رجل. مكانك صعب يا أبو عبد الرحمن. مكانك سهلون كله. والله مكواب يا أبو عبد الرحمن. لكن بيض الله وجهك، اليوم جلستنا اليوم من الوزن الثقيل. الحمد لله. اليوم صراحة بيت الحكمة، اليوم هو بيت الحكمة. هو بيت الحكمة. ونعم بكل من حضر. الله يحييهم. أنت نومس، تشرف بتواجدهم معنا.
الله يحييك يا ابو عبد الرحمن. الله يسعدك. طول اخوي واستاذي، واتشرف اني في بعض المجموعات اللي هو قائم عليها وبعض المبادرات. اخوي جلعود بن تخيل، ارحب يا ابو فهد. الله يبقيك طول اعماركم ويسر امركم. انا افكر في كلام الاستاذ عوض الهجله لما يقول الاثر، هنيئا من له اثر في هذه الحياه، لانه عمر ثاني بعد ما يغادر الحياه، يبقى العمر الثاني هو اللي يبقى اثره في المجتمع في الناس، هو اثره في اثناء حياته واثره بعد الممات. فانتم جميعا تقدمون عمر ثاني للمجتمع، تقدمون عمر ثاني لكم، فهنيئا لكم. والله الكثير الكثير يتمنى ان مكانكم، لانه يقدم شيء لو بسيط لمجتمعه ولنفسه. والشكر لكم، اعطيتوني الفرصه وهذه ليست اول مره. الله يحييك ابو عبد الله، دائما تمد يمينك دائم لنا بالعون، وتعطينا دافع معنوي سواء بالمدح والثناء مثل ما تفضلت، او انتم اهل الله مثل هذه المواقف اللي نحن فيها. شكرا لكم جميعا. الله يحييك ابو فهد، وسامحنا المجلس كان اليوم على الارض، ونحن خابرين عندك ظرف صحي في ركبتك، فاعذرنا طال عمرك. والله يحييك ابو فهد. الله يبقيك طال عمرك. اخوي الشيخ احمد العيري، مرحبا. الله يحييك الشيخ. الله يرحم، الله يحييكم ويحفظكم، والساعة مباركة، واصبحكم الله جميعا بالخير، واسال الله جل وعلا يجمعنا واياكم على طاعته. انا حق عندي يعني مثل ما يقول بيت الحكمة، يعني الله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله يجعلنا، فإن شاء الله أنتم إن شاء الله عندكم خير كثير إن شاء الله يا رب، وأنتم أهل الحكمة. وما كنا قديما نسمع هذا كله من آبائنا أمثالكم، أول يعني قبل 50 أو 60 سنة ما كنا نسمع إلا يعني نادرك. اليوم الحمد لله تعقد مجالس لإثراء الحكمة، لإثراء المعرفة، لإثراء العلم، لإثراء الناس، لأن كل أكثر الناس اليوم ما يعرفون بعض الأشياء. وأنا جالس مع بعض الإخوة ما أدري عن بعض الأشياء، لكن إذا سمع هذه المجالس الحكمة، سمع الشيء الطيب، سمع الزين، سمع القديم، سمع الأثر، سمع القرآن، سمع السنة، واستفاد من هذه المجالس. الحمد لله، الحمد لله. الله يحييك الشيخ أحمد. الله طبعا قصدك هذول الشيبان أبائك، أما نعم. أنا من أبنائك باقي الشباب يا شيخ. نعم. عليك يا عبد الله، ما شاء الله عليك. قلت شايب، قلت أنت يا الشيبان، قال اللي جابنا بيجيبك يا أبوك. صدق أنت ما جيت. الله يحييكم جميعا، كما عودناكم كل يوم نختارنا موضوع نسولف عنه. وبعض الضيوف راسلني البارح يقول ايش الموضوع، قلت ماني معلمكم الموضوع، انا معلم الموضوع. ليه؟ لان ميزه برنامجنا انه بدون تكلف، وميزته ان نبغى الكلام يكون فيه بدون تحضير. انا ماني بحضر والضيوف ما يحضرون، نبغى كل يعطينا اللي في خاطره اما تيسر. يا سلام. الموضوع اللي اخترناه اليوم يقولون يحكى قديما، الله اعلم، انه في ايام الدوله الامويه، يوم قد العرب صافين يطوفون على الكعبه، حجاج اللي يعتمر واللي يطوف واللي يسعى واللي هو يعدي، ذاك الرجال اكرمكم الله ويبول في بير زمزم. يا لا لا لا، يلزمونه العسكر، عسكر الخليفه، وياخذونه يودونه الوالي مكه المكرمه. الله اكبر. يا ولد انت ايش قال الرجال هذا؟ بال في زمزم والمسلمين يشربون منها يتوضون. لازم الوالي حقق معه، قال يا ولد انت ايش فيك؟ انت صاحي يا مسلم، انت مجنون انت. قال والله ماني مجنون، انا صاحي. ليش قلت في زمزم؟ قال تبغى الحقيقه؟ قال ايوه. قال ابغى عشان بعد مئات السنين يذكرون اني فلان اللي بال في زمزم. يحكى ايضا انه كان هناك بعض الاعراب يدفعون فلوس. هو حقق هذه ماري. نعم انا حصلت الحين بس اسمه ضيعنا. يحكى ايضا ان هناك بعض الاعراب كانوا يدفعون فلوس لبعض الشعار في سوق عكاظ لكي يهجونهم عشان يخلد اسمهم بين العرب والمسلمين. أكيد أنكم عرفتوا موضوعي بتكلم عنه. كل واحد أو أغلب الناس، ما يبقى الكل، يمكن بعضهم يقول لا، أغلب الناس يبحث عن الظهور، يبحث عن الشهرة، يبغى الناس يعرفونه، يبغى الناس يذكرونه، يبغى إذا دخل في محل أو مكان يقول هذا فلان يشار إليه بالبنان، يبغى إذا طلع في حسابه يتابعونه بالملايين. كل واحد يرغب في المتابعات ويرغب. كانوا زمان يتعبون، يروح أما يسوي مثل فعل راعي البير ولا مثل اللي يعطي دراهم. الآن أصبحنا في نعمة، هي نعمة، لكن بعض الأشخاص قد يحولها إلى نقمة، وهي هذا التسارع في المعلومات والشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل. أصبح الإنسان بتصرف يتصرف في بيته أو في سيارته أو في الشارع العام أو في مكان ممكن يشهره. لكن الفرق يا أخواني، إن أنا أبغى نتكلم الآن، ما هو الفرق بين الشهرة وبين التأثير؟ ما هو الفرق بين المشهور وبين المؤثر؟ ونحن نعاني هذه الأيام من أحفاد
اللي بال في البير موجودين الأيام هذه كثير، اللي يطلعون علينا بتصرفات تخالف ديننا، تخالف عوائدنا، تخالف سلومنا، تخالف أعرافنا، بل تخالف حتى نظام بلدنا. لدينا نظام اسمه نظام الذوق العام، أقره سمو وزير الداخلية وأقرة الدولة، بل يخالف كل الشيء من القيم. فأحفاد اللي بال في البير ما زالوا موجودين يا أخواني. صحيح. ودنا تناقش مع ضيفاننا اليوم هذه المشكلة، هل نحملها أصحاب أحفاد راعي البير هم يتحملوا المسؤولية لوحدهم، أم أيضا من يتابعهم ويعطيهم اللايكات وينشر لهم شريك معهم، أو المجتمع كله؟ هذا نتاج مجتمع كامل، أو هذه سلبيات وثغرات موجودة في كل مجتمع وفي كل زمان ولا بد أن تكون موجودة ويجب أن يتصدى لها بالتوعية والفكر والنصح. حول هذا الكلام والشهرة والأثر وحب الظهور ندردش ونسولف ونتهرج مع ضيفانا الأعزاء، ويسمحوا لي أخوياي الدائمين معي في بيت الحكمة كما عودوني وهم سامحين لي أن نبدأ بضيوفنا ثم نعود إليهم نأخذ آراء. فأبدأ مع أخوي الأستاذ عوض الهجلة، الله يصبحك بالخير أخوي عوض. صبحك الله بالنور. والله هذا الموضوع أشكرك عليه أبو عبد الله، حقيقة فعلا هو حديث الساعة الآن، ومعظم مع يعني مع طفرة التواصل الاجتماعي هبت الهبة هذه مع كل الناس، فكل يتبع كل له إمامة. لكن خلنا نحلل الموضوع تحليل منطقي بسيط. تفضل. ونقول هؤلاء المشاهير هذولا الشهرة باب رزق، ما نختلف في أن الشهرة باب رزق، باب يعني مثل الدكان المفتوح، كل يعرض بضاعته. لكن خلنا نشوف ليش هذا المشهور صار مشهور إذا كان ما عنده محتوى. هو أصلا جزء من نسيج المجتمع. المجتمع هو لما يقول لك كما تكونون يولى عليكم، أيضا كما تحبون يشتهر من تحب، فهو يمثل سلوكياتنا. هذا اللي ظهر مشهور لنا، يتحدث بعفوية، يتكلم يقوم بعمل بعض الأشياء اللي حنا نسويها ونحبها في حياتنا. فبالتالي وهذا رسالة أيضا تلفزيون الواقع، لأن الناس تتبع ما تحب، تتبع تحب تشوف صورتها بدون رتوش على الطبيعة، بدون تكلف على الطبيعة. لكن يجي دور اللي اشتهر، بعضهم اشتهر بدون قصد، يعني قدره ان الناس حبوه وهو ينحب فعلا. لكن حب ليش؟ هل لان عنده محتوى متميز وجديد، ولا لانه يمثل ثقافه لنا، يمثل لنا نوع من العادات، يمثل الشخصيه الكاريزما اللي احنا نحبها؟ صار عليه مسؤوليات الان من يوم اصبح مشهور واصبح يتبعه ناس وأصبح هو شريك في المجتمع، لازم أنه يعرف حجم الأمانة والمسؤولية. شكرا، جزاك الله خير. حجم المسؤولية والأمانة اللي على عاتقه، فالناس اللي تتابع ذولا من الواجب عليه أنه يوصل لهم رسالة بشكل أو بآخر، بأي طريقة يوصلها، بنفس الطريقة والمحتوى اللي حبوه فيه من خلاله. وهذه فرصة له، فرصة مكنها الله فيها أن الناس أن عنده شريحة يسمعونه. الآن كل الناس تبحث عن منبر. صحيح. حتى يصلوا للآخرين، ومواقع التواصل أمنت منابر وقنوات فضائية في الجيب. صدقت. فكل يقدر يعمل قناة على اليوتيوب أو على المواقع المختلفة. فلذلك هذه الشهرة قد الإنسان، لا شك أن الإنسان مؤثر. في النظرية العلمية يقول لك أن كل شخص يؤثر في 5 أشخاص في محيطه. كل إنسان في العالم ده أقل شيء 5 أشخاص يؤثر فيهم، بمعنى أنهم يقتدون به أو يسمعون الطرح اللي يطرحه وينفذون له أو يلتزمون بما يلتزم به. فبالتالي المشهور ضربها في 10، ضربها في 100، حجم اللي يؤثر فيهم ملايين ولا ملايين أحيانا. فبالتالي لازم أن تكون عنده أمانة الكلمة، أمانة الفعل، أمانة القدوة، يحاول أن يستغلها فرصة لكسب المزيد من الحسنات ونشر المزيد من الأثر عند الناس. قدره أنه وضع في هذه المكانة، عليه أن يستثمرها كما يستثمرها في الدنيا ويعمل إعلانات ويعمل كذا، أيضا يستثمرها مع الله سبحانه وتعالى، فينشر الأثر أو يخلق أوجه البر مع يعني في المجتمع، يدعم الحالات الإنسانية ومن هذا القبيل. والمؤثر الإنسان
قبل شوي تكلم أنا وإخواني في لما كنا في غرفة الانتظار، وأقول أن كل إنسان ما هو بلازم أني أكون ابن رئيس أو ابن أمير أو ابن شيخ قبيلة أو كذا حتى أني أكون لي مكانة وتأثير. أنا أستطيع بما لدي من محتوى ومعرفة وعلم أبنيها أو أتعلمها أو حصلت عليها من خبرة الحياة أني أضع لي مكانة وأكون مؤثر في هذا المجتمع من خلال نشر بعض الأفكار ولو كانت بسيطة لكن لها أثر متراكم من خلال القدوة. الإنسان يعني يستطيع أن ينقل أشياء بسيطة لكن يحاول أن تكون متجددة أو متميزة حتى الناس تتلقى وتكون بسيطة سهلة الهضم، يعني يأخذونها الناس ببساطة مثل أسلوب أبو صالح لما يقدم المعلومة عبر القصة أو الإخوان اللي يقدمها عبر أنشودة أو عبر موقف حصل أو عبر رواية مثل الراوية منيف. يعني هذه الأشياء هذه وسائل توصلك للآخرين عبر قوالب سهلة يحبها المجتمع. اترك نفس الطرق ووصل رسالتك بطريقة ليس بالضرورة تكون مباشرة وأيضا لا تكون مفرطة. المؤثرون في الدول الأخرى في الدول الغربية يتدربون ويعملون سيناريوهات ويقفون على المسرح مرات ومرات ويقدمون نفس المحتوى وبنفس التأثير ولكن للجمهور متجدد في كل مرة. يسمون مؤثرين مو بشرط يسمون مدربين. هو الظاهر يا أخوي عوض يقول لك الفرق بين المشهور والمؤثر. المشهور هو اللي ينشر بأي فعل سواء قبيح أو إيجابي أو سلبي، والمؤثر هو الذي يترك أثر في نفسه. يترك أثر. أحسنت. فبعض الناس يقول أتمنى أن أكون مؤثر ولا أكون مشهور ولا لا. أحسنت. نعم صحيح. يعني أنت متفق معنا الآن أن هناك ظاهرة عند بعض الأشخاص ليس كل كل مؤثر مشهور وليس كل مشهور مؤثر. أحسنت. نعم. أحسنت. أحسنت. أهلا وسلامتكم. التأثير فيه إيجابي وسلبي. صحيح. نعم. ولا إيجابي. لا فيه ثنتين. نعم. صحيح. صحيح. الدكتور عبد الهادي. نعم تمام. تتمنى تكون مشهور أو تكون مؤثر؟ معروف إنه بيقول. طبعًا الشهرة فيها نهي حتى نهي عن لباس الشهرة، لكن التأثير الموفق من يكون مؤثر في الإيجابيًا لا سلبيًا. أحسن. أي نعم. فنسأل الله يجعلنا إياكم مؤثرين. آمين. وأنتم تراكم في مجلس مؤثر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يلي دايم متأخر. يا لو سمحت ما عندنا مكان ولا في مايكات. وعليكم السلام ورحمة الله. يا رجال حي هلا أبطال والجيول وعلى من جانا. يا ولد يا ولد يا ولد مرحبا يا اخي مشتاقين يا اخي ضعنا حبك ولا ابو عبد الرحمن ولا اعرف الا اللهم انت هذه البيت هذا جل ما اقول لك قدمها قدمها يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا استغفر الله معليش يا دكتور معليش هذه عوائد متخيل اللي تابعنا منكم يا هذول ما جرين يا رجال الله يسلمك حق المجمع يا حبيبي المعادن هالشيول وامطار اي ابو خير وجحمه والمعادن هي مذيع حنا عبك كان ابو عبد الرحمن وبهذلتهم بهذلت خويانا كلنا وعمل انك تسلم على المشاهدين ويتم جاهز يلا سلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهدين والمشاهدين صباح الخير والله عندي الاسلام وعندي الحكومه ويخلينا ابونا سلمان ملكنا ويخلينا امير الشقاق السعودي والله يجمع الشعب السعودي على الكلمة الطيبة والله يوفقكم هذا بيدخل عليكم السلام عليكم خلاص ده يلا ايه بخاطر حكي الحين احنا ما قلنا لك 20 مرة لا تقول ميد الرجال ايتها للنساء انا عرف طنتي عرف طنتي وشايب بدوي اذروا يا اخوي واعذرنا اي والله وشوكم يا رجال سلمك الله شوكم يا ابو عبد الله يا مرحبا وحشين لك متوحشين وحشين وحشنا وحشنا بالوحشنا يلا حيهم كلهم اهم شيء ان ابو عبد الرحمن يوم قدم الحلقه جرب كيف انا صابر عليك يا ابو تغير جربت يا ابو عبد الرحمن لكن بذيت وبذيت اخويا كله ما يعرف الوجه طيب الدكتور العرقاني قطعنا سالفته المعذره تعذر منه تعذر وين هو ذا ولا ذا الدكتور عالم طوع ذاك
هنيا انا الدكتور هذا. او نعم له ما يسمع. الله يبيض وجهك ابو وجهك. اعطيتني فرصتك ولا كان يا دكتور قبلت عذره ولا ترى لك حق؟ والمعلم بالتفاهم هذه فيها يا عرجاني ان قبلت عذره ولا ترى لك حق؟ لا لا نعطيك اياه وحنا ترى انا ودنا يا الخوالي خوالي الفهاج ويام كلهم خوالي تاج على راسي من غرق شرفي ما يسمع. هاجر والله تستاهل هاي بتخيل الله يهديك يا دكتور. الله ينور. يدورون عليه ترى يدورون عليه. احنا ندور عليه يا ابن العلاء. طيب معليش يا دكتور سامحنا لكن ابو تخيل حاله استثنائيه. معليش لا باس. وحتى المشاهدين في الهاشتاج يقول لا تقول ابو تخيل شيء. لكن مش عاد اقول لك الله يطول عمرك. احنا كنا نتكلم قدامك يا ابو تخيل عن المؤثرين والمشهورين وبناخذ حتى رايك. انت ما شاء الله عندك حساب انت ولدك في التيك توك وفي السناب وحساب لا باس. طيب نتكلم عن الفرق بين المشهور وبين المؤثر، وهل نحن نتفق كلنا ان هناك بعض الاشخاص يقدم محتوى سيء وبعض الاشخاص اساء لمجتمعه واساء لثقافتنا او لا؟ حول هذا الموضوع احنا نتكلم. تفضل يا دكتور. طيب اولا سالتني عن هل تريد ان تكون مشهور او مؤثر. صحيح الشهره فيها نهي يعني بس الشهرة وهكذا، لكن قد يشتهر الإنسان من غير طلب. لكن أما الذي قصد الشهرة مثل اللي بال في البير، نعم، فهذا ينطبق عليه مثال يقول إذا بغيت تذكر سوي المنكر. صدقت. طيب لكن أما المؤثر فأنتم في مجلس مؤثر كذلك. فالموفق من رزقه الله سبحانه وتعالى النية الصالحة، أن الله سبحانه وتعالى يعني مؤثرا في الخير لا مؤثرا في الشر. لأن المؤثر في الخير كل من تأثر به يأخذ نفس الأجر. أحسن. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيء، لأن التعامل مع كريم. كل من تأثر بك، كل من تأثر بك قلت لا إله إلا الله هل لو الناس شافوك عيالك تحافظ على الصلاة حافظوا على الصلاة، أول من يتأثر بك أقرب الناس إليك. أحسن. فالتأثير الإيجابي مطلوب، التأثير السلبي هذا الله يجيرنا وياكم من حاله. هذا يا أخواني في الله كثير في المجتمع، وبعض الناس يريد أن يؤثر بأي حال. أي نعم. وهذا يعني ندل على شيء، فإنما يدل على أن الإنسان يفتقد دائما إلى الروح الإيمانية المعنوية التي يكون عنده دافع إيماني يكون وقاف عند الحدود. يعني إذا 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 رأى الإنسان أنه سيقع في شيء يخلي الناس بس بمجرد أنهم يتأثرون به سلبا يترك هذا الأمر، ولا أنه بيجيه مدخول فيه لو بيجي فيه أثر يعني مادي. لكن الموفق يا إخواني في الله من كان مؤثرا إيجابيا يؤثر في الناس، ومن يا إخواني في الله جعل الله له يعني سبيل ليؤثر في الناس مثل يعني منبر إعلامي مثل منبركم هذا أو مجلسكم، كم من الناس تأثروا منكم وأنتم لا تشعرون. وهذه أقرب الأعمال إلى الإخلاص يا إخواني في الله، أقرب الأعمال إلى الإخلاص الدعوة إلى الله والتأثير الإيجابي. أي والله لما الإنسان يا إخواني في الله يقول كلمة عابرة مثلا يعني تكلم كلمة طيبة وفي ناس ما يرى ما تدري أنت كم يتابعك الآن ولا يشوفك فيتأثر بها ويلقى الله يوم القيامة وهو متأثر بك فتجد أجور في حسناتك وأنت لا ما عملت لا حساب ولا عملت. لذلك يا أخواني هذه فرصة عظيمة، فرصة عظيمة لمن رزق هذا الأمر أن يشكر الله عليه وأن يعلم أنه على باب من أبواب الخير، فليستغل هذه المنحة من الله. أسأل الله أن يجعلها لنا وإياكم قربة إلى الله. آمين. يا رب. آمين. أخوي أبو فهد، أنا والأخوان اللي سبقوك بالكلام اعترفنا أن هناك مشكلة وشرحوا الأخوان عنها بشكل يعني واضح. نبغى رأيك أنت هذه المشكلة، إذا أنت تتفق معنا أن هناك مشكلة وش رأيك وش الحل؟ إحنا ما نبغى نطرح المشكلة ونتركها بدون حلول، ابغى كل واحد يطرح المشكله ويقترح لنا حل من عنده. تفضل ابو فهد. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والله الموضوع هذا جدا 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 حساس ومهم للغايه. انا والله اغبطكم على طرحه، ولو قلت لي من اول انه بيكون فعلا موضوع اليوم لكان يعني جلست طول وقت التحضير وانا سعيد. فأنا الآن والله سعادتي غامرة إلى أبعد حد. ليش؟ لأن هاجس عندي من سنين طويلة وأنا أهتم في هذا الموضوع. أنا دخلت الإعلام يا أبو عبد الله والأخوان والمشاهدين من عام 1413. صادق. فيه مشكلة عند الأغلبية، الأغلبية لا نقول والله نقلل، لا الأغلبية يسعون لما في الدنيا، واللي في الدنيا يغلب عليه الرياء والسمعة. الرياء والسمعة.
انا ابغى الناس يشوفوني يسمعوني يشوفوني انا 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 وانا والله سبحانه وتعالى اذا انك بغيت ما عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا ما كان خالصا له. اذا انك خلطت معه دنيا واخره فانت على خطر. لذلك انا ارى ان موضوع الشهرة والظهور والبروز والتأثير يجب أن يكون عند الإنسان معيار قوي في نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبونه الناس أو المسؤولين. يقول مثلا بعد ما أموت لما يشاهد هذه الأعمال اللي قدمها كيف يكون حسابي، كيف يكون عقابي، كيف يكون حالي أمام الله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. يا سلام. والله العظيم أنا أقول حتى في بعض النقاشات مع الزملاء أقول الواحد يسوي تجربة في حياته، يعني أنت جالس مع نفسك اجلس وغمض بعينك لوحدك وعيش الآخرة كأنك لا توفيت الآن أنت في الآخرة. إيش اللي بيجيك؟ جميع أعمالك ومشاهداتك والإعجاب ومن تفرج عليك ومن تأثر منك كلهم متمسكين فيك، كلهم يقول أبغى حسابي من هذا الإنسان، أثر في أبنائي، أثر في نفسي، أثر فيني، أخذ حلالي، قطع صلة، أنشغل بي حتى إني درجت إني أشغلت عن العبادة، أغوى أبنائي، أغوى بناتي. كل ما قدمته في هذا العمل الإعلامي اعلم إنك محاسب عليه، قد يكون ضدك وليس معك. إذا أنت الآن عرفت متحاسب في نفسك خلال الوقت هذا التدريبي ارجع الآن. طبعا أنت ذاك الوقت مش تقول ربي ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا، هذه التجربة. الآن ارجع وشاهد الحياة، أعطاك الله مهلة في التدريب هذا، الآن ماذا تعمل؟ عدل. أنا ما أقول ألغ برامجك إلا إذا كان باطلة، عدل ما كان عندك من سلوك، جدد النية. تجديد النية يا أخواني أساتذتي محبين المشاهدين، أبو عبد الله كقائد لهذه السفينة، شيباني والشيوخ اللي يستمعون لي، والله لست أعرف منكم. الحياة إذا لم نحاسب أنفسنا فيها فلا خير في أعمال نقدمها. حسنت. فيما يخص التأثير وما التأثير، بعض الأحيان الإنسان ممكن يسوي عمل واحد فقط، عمل واحد وينشر به، مثل ما قالوا صاحب البير وغيره وغيره، ممكن عمل واحد تقدمه سواء عمل إيجابي أو سلبي، وهذا العمل بيشهر. يعني ما يحتاج انك تسوي اعمال متعدده وتتعب نفسك كل يوم انت في مكان وكل يوم انت تصور وكل يوم شوفوني. يعني لو ركز الانسان في اعمال معينه دقيقه بسيطه قد تؤثر في الناس وتؤثر انت في ميزانك في حسناتك بدون ما تجي تاثر على الناس. كمثال، مثال الان وكلنا نذكر في كل مجالسنا وفي كل اماكننا حميد القريقري الحربي. هذا عفا بدون أي عفا للوجه الله سبحانه وتعالى عن قاتل ابنه في لحظة، لا يرغب الشهرة ولا المعرفة ولا زحمة الناس ولا علاقات الناس ولا تصوير ولا الإعلام، في لحظة ضعف ولكنها قوة مع الله سبحانه وتعالى. أعفى عن قاتل ابنه في ساحة القصاص، كل الناس أعطوه ملايين الدنيا، كل طالبوه مشايخ أمراء ومسؤولين. أنا جيت مرتين في جاهيات. لذلك أنا أقول أبو عبد الله في مجال العفو له باع طويل، حضر قصص كثيرة. فمثل هذا الشخص لو تشاهدون الآن، والله ما جلست مجلس إلا ويذكرون يدعون له، والله ما سمعت أي مقطع إلا حميد القريقري مذكور فيه. ليش؟ هو ما قصد. فأحيانا ممكن عمل يقربك إلى الله وإلى المجتمع وإلى الناس وأنت لم تقصده، لكن نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. الله يعطيك. هو الله سبحانه وتعالى إذا رضى عنك أرضى عنك الناس، وإذا سخط عليك الله أسخط عليك الناس وأعمالك تكون ضدك. لذلك دائما المعيار، عندنا هيئة الإعلام المرئي والمسموع تحاسبك، عندنا الدولة تحاسب على كل صغيرة وكبيرة، أي خطأ تجاوز على مواطن ولا على مسؤول ولا على أي أحد في أعمال مخلة بالشرف أو شيء محاسب. لكن قبل هذا كله يجب الإنسان أن يضع نفسه في مكان المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك حتى تحاسب ممكن مقطعك هذا ينتشر قبل أن تحاسب. لذلك محاسبة الله عين الرقيب اللي معك دائم، يجب أن تكون حاضرة معك. والله ما أقولها تزلفا ولا يعني أني أحسن منكم ولا أني أنا إنسان معصوم، أنا عندي من الأخطاء والتجاوزات الكثيرة، لكن نحاول أن الكلمة أنها تكون نافعة في الآخرين إذا لم فعلا نسيطر على أنفسنا. الله يجعلنا وياكم. طيب أبو فهد بيقول لك واحد، يقول أنتم ما شاء الله عليكم
نظرته على المشكلة وصحيح إن المشكلة كلنا عارفينها موجودة، لكن حملت الحمل كله والخطأ كله على هذا المشهور أو اللي طالع بالمحتوى، يمكن إنه ورع ولا بنت جهلة ولا ما يفهمون ولا قليل عنده موازع ديني ولا ما عنده ما ينصحهم ولا يمكن حتى في 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 حالة غفلة. ما نبحنا كمجتمع شركاء معهم إلا شركاء اللي يعطيهم اللايكات، واللي لو إن ما تبعناهم هل بنشهروا؟ لا، يعني إحنا كلنا شركاء معهم ولا لا؟ هو أبو عبد الله لكل ساقط لاقط، أي شغلة في الدنيا هذا ما تقدمها لها من يحبها، حتى لو تقدم أي عمل. لكن أنت حنا عندنا، وأنا أفكر بإذن الله وأتحدث أنا وسعادة العميد عوض الحجر وأنا في الطريق أحاول قدر المستطاع، وإذا أحد سبقني لهذا العمل أنا أقول أيده وعمل جيد جدا، أن يكون مثل ما عندنا جمعيات صحية، جمعيات تعاونية، جمعيات ما شاء الله الدولة أسست الجمعيات ودعمتها، يكون عندنا جمعيات ثقافية. الجمعيات الثقافية هذه عليها مسؤوليات، اللي هي إعداد الخطط والبرامج للأسر والمجتمع، كيف مثل هذه المسألة المحتوى لا الأسرة ثقفونها، كيف أنهم ينمون في الأسرة، يهتمون في الأبناء. الآن أطفال صغار عندهم مشاهير بالهبل، تجي محتوى إلا هو محتوى سيء، وين والده؟ وين مجتمع القريب بنا؟ ليش ما يعدلونه؟ الآن نساء بنات ظهروا حتى خرجوا خارج المملكة، بدأوا يسيئون حتى للوطن. في البداية كيف وصلت النواة هذه لين حتى شجرة وصارت تثمر أثمار سيئة علينا وعلى مجتمعنا؟ من البداية احنا لازم نهتم في أسرنا، في أبنائنا، في بداية المشكلة نحاول نعالجها، لا نتركها حتى تكبر ثم بعدين يبدأ هناك جهات كثيرة تحاول تعالج المشكلة وقد لا يستطيعون، وقد تأثر من هذا الأمر ناس كثير. مثل ما تفضلت يجب أن يكون من الأسرة، من الأب والوالد والمدرسة والمجتمع القريب، وحتى جلستنا هذه الآن تعتبر نواة في تصحيح وتعديل هذا المجتمع. الآن شاهدنا الكثير من الآباء ومن الأمهات ومن الأخوان والأخوات من يشاهدوننا ونتحدث بحرقة عن هذا الموضوع، لا نتحدث حتى الآن، نحتسب كلامنا الآن أبو عبد الله نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى ثم عند من يتبع يتابعنا. نسأل الله، انتبهوا لأبنائكم، الجوالات هذه أخذت من الأسر الشيء الكثير و سيطرت على أبنائنا حتى فكرهم بدأ ينحرف ويتجه إلى مسار آخر. الله يبيض وجهك أخوي الشيخ أحمد، هذه المنصات إذا سولفنا مع أحد وتكلمنا عن السلبيات اللي فيها، أغلب اللي مثلكم وشرواكم تلقاه بعد ما يسمع الكلام ذا وهذا المحتوى يحجم عنها ويقول ما نبغاها ويهاجمها كلها بما فيها من سلبي إيجابي. بل أن العقلاء والمدركين شرواكم والمثقفين يرى عدم الخوض والدخول في هذه الحسابات والسوشيال ميديا، مع أنها يا شيخ أصبحت منبر مفروض أن نسخره للدعوة إلى الخير وللدعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى تلاحم الوطن وإلى طاعة ولي الأمر وإلى تطبيق الأنظمة وإلى التوعية حتى الصحية والأسرية والثقافية. فوش رأيك في المشكلة؟ وهل أنت مثل الأخوان تتفق أن هناك مشكلة؟ وش رأيك في أن من ضمن الحلول أننا نزاحم أهل هذا المحتوى؟ كل رجل في خير شرواكم يبدأ بفتح حسابات وتكون منبر إلى الخير وإلى الدين وإلى الوطن وإلى خدمة المجتمع والناس. شو رأيك شيخ أحمد؟ الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. قبل الجواب على كلامك، وكلامك جميل وسؤال جميل حقيقة يحتاج له يعني وقفة طويلة، لكن أقدم مقدمة عن هذا الموضوع المهم الجميل فضل. وأشكرك حقيقة عن هذا فضل. الطرح. يقول السلف: حب الظهور يقسم الظهر. حب الظهور يقسم الظهور. ويقول ابن قيم رحمة الله عليه: النبي صلى الله عليه وسلم كم كان معه في حجة الوداع؟ 114,000 صحابي، ما ذكر في السيرة كلها إلا 30,000 صحابي. طب 7-8,000 صحابي وين راحوا؟ أحد يعرفهم؟ أحد يعرفهم مشهورين؟ لكن يسمحون في الجنة، ما أحد يعرفهم، ما أحد يدعي عنهم أصلا منهم أصلا هم، لكن يسمحون في الجنة. صحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وغزوا معه وعمل ما حد يعرفهم، ضرهم ذلك؟ ما ضرهم ذلك، لكنهم عند الله موجودين. الله أكبر، سبحان الله. 8,000 صحابي. فهنا قل حب الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. فأنت لا تبحث عن حب الظهور، إن ظهرت فهذا خير وبركة وهذا فضل من الله عليك الحمد لله، وإن لم تظهر فما يضرك هذا شيء أصلا. في قصة جميلة لعمر بن الخطاب لما
لما جاءوا المبشر يبشرونه بالغزوة والفتح قال من مات؟ قال مات فلان وفلان وفلان. قال من فلان؟ ثم استدرك عمر على نفسه قال إذا كان عمر ما يعرفه الله يعرفه وما ضر عمر الحمد لله. يعني هو بدأ يسأل عن الناس اللي ماتوا قال ما يعرفه عمر قال وما يضر عمر اللي يعرفه فإن الله يعرفه الله. مات في المعركة سبحان الله. فعمر كان يقول ودي أعرف منهم اللي ماتوا خلاص الله يعرفه انتهى موضوع الحمد لله عند الله جل وعلا. فأنا أقول لك الله يعرفك وإذا كان الله قبل عملك وإذا كان عملك لله سبحانه وتعالى لا يهمك أحد قابل الناس ما قابلوا ما يهمك أنت اعمل شيء صح لله جل وعلا والمحاسب الله جل وعلا. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حسب هريرة وأن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفع الله بها درجات الله أكبر. وفي رواية يكتب الله له به رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة ترى ما تدري أنت متى تقولها أصلا تقول لجارك زميلك الأخوك العمك الخالك قرابتك الجيرانك ما تدري تقول في, 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 في القناة كلمة تنفع ما تدري وين تنفع أصلا. قبل السؤال على كلام الشيخ في قصة وعلي أتكلم بها أحد المشايخ يقول أنا كنت إمام في مسجد في أحد المدن وحصل لي عمل خارج المدينة وأنا راجع أبلحق صلاة العشاء في مسجدي فما أمدأ ما تمكنت فقلت يا ابن حلال صل في أي مكان وعطهم كلمة وروح لبيتك وسأدخل أول حي وألقى لي مسجد صغير وأدخل عنده وأتسنن يقول سنة المسجد وألقى الإمام جالس على اليمين وأجي أسلم عليه سلام أهلا هلا بالشيخ يا مرحبا ودي ألقي كلمة عندكم الله يحييك الساعة المباركة أنت إيش جابك أنت إيه معروف رجل شيخ معروف ما شاء الله حياك الله الساعة المباركة يقول صلي أنا وأنا أصلي أنا إيش أتكلم ودي أتكلم عن شيء بسيط سبحان الله وقوم أتكلم عن الزنا وشنيع والآيات والأحاديث وقول السلفي يمكن 8 دقائق 7 دقائق انتهيت وطلعت مع المسجد ولا في شاب برا واقف لي شاب سلم علي حياك الله الشيخ الله يجزاك خير كتب الله اجرك على الكلمه الشيخ الشاب ايش يقول اقسم بالله يا شيخ والله اني الان بيني وبين احد البنات موعد لفعل فاحشه والله اقسم بالله واشهد الله ثم اشهدك اني لن اذهب اليها بعد كلامك هذا ما كنت اتوقع يقول وفق الشيخ يقول والله كلمه واثرها الله ارسلها يا رجل ارسلها له في المسجد احسنت الشيخ حدثني بها الشيخ نفسه حدثني بها يقول انا ذهبت فقل مين قصة تروى الشيخ يقول لي أنا قلت أنا قابلت الرجل فقل شوف الكلمة لها أثر لكن متى تخرج منك تخرج منك بصدق ونية صادقة من الله لا تقول الله من بيسمع عن الزنا اليوم سمع هذا ما تدرك أنت تكلم يعني أي لو أي شخص ترى عليه خطأ قل يا فلان اتق الله يمكن تؤثر عليه هذه. نرجع لكلام الشيخ حفظه الله والمسألة المهمة التي تذكرها ذكرني بها. أنت عندك حساب يا شيخ ولا لا؟ لا ما عندي. في السناب في التيك توك في تويتر في أي تطبيق؟ ما عندي. طيب سؤالي أبسط لك يا شيخ هل ترى دخولنا مثلك ومثل من يسمع في هذه المنصات ونشر المحتوى الهادف أو نقول والله هذه كلها تعبانة واللي فيها تعبانين ونتركها ونخلي الميدان لهم ونقعد ننتقد وحنا في بيوتنا لا غيرنا شيء وهم أصبحوا يتزايدون الأعداد وأصبحوا يعني أصبح إحنا وياهم مثل في السوق كلهم حاذف الشبكة ويصطاد اللي يلقى. ايش رايك والله انا حقق لي راي بس يمكن بعض الاخوه يزعلون مني والمستمعين لا برايك بكل اريحيه انا حقق لي راي وكنت سبقا دخلت طبعا قديما ثم تاثرت بهذه يعني المشاهد والمقاطع والى اخره. واذكر قصه جميله للشيخ عبد الكريم الخضيري على ذكر هذه الشيخ عبد الكريم الخضيري يقول عيالي قالوا يا يبا خذ جوال كبير هذا يقول الشيخ يقول انا عندي جوال صغير جوال هذا ابو لبن جوال ابو تخيل اخر مدي اي يقول عندي جوال صغير عيالي وين جوالك يا ابو تخيل شوف عيالي يقول ايش يقول يا شيخ خط كبير عشان المراسل يا شيخ اي هذا مع الشيخ عبد الكريم خضير والله يا سلام انت الشيخ عبد الكريم ان شاء الله يقول الشيخ عبد الكريم بعد اصبر حتى انت ابو صالح انا ابو صالح الله خير طيب نوكيا الله يحفظك فنصب على الشيخ عبد الكريم خضير وجميع مشايخنا وعلمائنا. فالشيخ عبد الكريم يقول عيالي قالوا اشر واحد كبير عشان تشوف الرسائل والمواضيع والعلوم والواتس كل شيء تشوفه يعني اللي يبونه. يقول الشيخ اخذت جابوا لي جوال ثم اخذته يقول وانا قبل النوم فتحت بعض الرسائل يقول سبحان الله وانا افتح يا اخوان يقول ظهرت لي صوره امراه عاليه تماما
فجأة كذا يقول إيه في الإعلانات. فأغلقته وأغلقته وقلت عيالي ما أريده، يا ما أريده ابعدوا عني. فأنا من هذا المنطلق أنا تأثرت حقيقة ببعض المواقع أو عفوا البرامج لما فتحتها أثرت علي. فالذي يرى من نفسه أن يأثر عليها المواقع هذه أو المقاطع تؤثر ولا يعني ربما تقلب يعني من محتوى من زين إلى شيء، نقول له ابعد يا أخي، أنا حقق أثرت البعد أنا صراحة. لكن بعض الناس يقول أنا أقدر، أنا أستطيع أقدم وأضبط نفسي ولا أفتح هذه الأشياء وأسوي لها فلترة وأسوي لها كذا وكذا. أنا أقول أنت أدرى بنفسك. يعني أنت لا تمنع ولا تدعو. أنا ما إيه لا أنا ما أمنع ولا أدعو، لكن أقول الذي يقدر يمسك يملك نفسه ويستطيع أن يفلتر ويضبط أموره ويؤثر يقدم. لكن يقول والله أنا بس بتفرج وناظر وأتصفح وإن حصل لي ولا ما حصل لي، نقول لا وقف، لا ترى يجيك أشياء أنت بكرة والله ما تقدر عليها ترى. هذه النقطة الأولى. الثانية لما نشوف مثل هذه الأشياء المؤثرة عند بعض الناس في أي يعني في سناب في تويتر في انستغرام، لما أشوف أي شيء مؤثر أنا أسوي له، أنا أسوي ريتويت، أسوي له إعادة، أسوي له نشر وشارك في الأجل. نعم هذا هو، فأسوي له ده. ليش يا أخوان؟ لأني أنا أنشر الفضيلة، أنشر الكلام الجميل، أنشر شيء طيب. يعني بعض المقاطع تجيني أنا لأن في الواتساب في أنا من توك توك ومن غيره، فأنشر أكثر النشر كما قال الشيخ أظن صالح فوزان أو الشيخ محمد بن عثيمين يقول كثروا سواد الصالحين، كثروا الأمور الطيبة. هاي الأمر الآخر وأختم به، ترى يا أخوان بعض الناس أن تقول الآن المقاطع كثير علينا ونشوفها بكثرة وتعاد وهذا يرسل لي وذا يرسل لي نفس مقطع، يعني يجي المقطع 10 مرات نفسه. صحيح. نقول وإن كان كثير عليك من بعض الإخوة، ترى في ناس ما يسمعون، في ناس ما يدرون إلا بعد أسبوع أسبوعين لو تكرر بعدين يسمع. أحسنت، يسمعون صدق. وبعدين حتى يجيك بعض الناس يقول والله توي أسمع المقطع هذا بحياتي. أنا حتى لقيت بعض الناس أرسلت المقاطع قال والله إني أول مرة أسمع هذا الكلام بحياتي، مع إنه جاني 10 مرات أنا ومليت من المقطع. بس في ناس ترى ما يفتحون مقاطع، في ناس ما يعرفون يفتحون مقاطع، في ناس مشغولين بمقاطع أنتم أدرى بها. فلما تجي تسمع هذا المقطع وخاصة لما يكون منك الدكتور الفلان العميد الشيخ العالم كذا، لما تسمع يهتم فيه يهتم، لكن لما تجي رسائل كثيرة من الناس عز الله نقطة مهمة ما يهتم فيها اهتمام من المرسل، لكن المرسل لكن لم يرسل لك العميد إذا كان شخصية قصدك اعتبارية. أحسنت الدكتور الشيخ بعض ما فوت رسائله. أحسنت لما يرسل لك أبوك مقطع، أمك، زوجتك، اهتم في المقطع. ليش؟ فالأنت بترسله أنت يدري أنك مرسل شيء زين له، لكن يرسله زيد وعبيد وفلان وفلان ما يمشي ولا يفترض الحابل بالنابل يقفل لك. لما ترسله أنت وتكتب تحته مقطع جميل أرجو فتحه، فلما يفتح المقطع هذا يعرف أنك منتقي له مقاطع. فأنا أقول يا إخوان نصيحتي والله لكم وللمشاهدين، انتقوا مقاطع جميلة وبثوها للناس، فهذا هو التأثير. التأثير خير من الشهرة. وإن اشتهرت أنت، إن اشتهرت فهذا فضل من الله، لكن أثر في الناس وما تدري مقطع دقيقة دقيقتين 15 والله يا أخي يقلب موازين أسرة كاملة، يقلب موازين قوم يا إخوان. لكن أنت كن أنت مفتاحا للخير مغلاقا للشر. الله يجعلنا وأنتم كذلك يا رب. أبو سليمان صراحة يعني عندك حسابات في السوشيال ميديا ولا ما عندك؟ والله يا طويل العمر كان عندي حساب، لكن ما هو عني يعني أني كرهم فيه ولا أني أحسن من المجتمع، لكن وجدت أن طال عمرك أني عندي ارتباطات كثيرة فما حبيت أني أستمر فيها. إيش رأيك في الموضوع اللي تكلمنا فيه؟ إيش وجهة نظرك أنت يا أبو سليمان في المحتوى وفي السوشيال ميديا وفي بعض الناس اللي يقدم محتوى لا يرضي الله ولا يرضي الناس ويخالف عاداتنا، بل يمكن حتى يخالف نظام الدولة ويخالف حتى، أو يمكن يكون فيه من العصبية أو من الجاهلية أو من التنابز بالألقاب أو من المناطقية، ما يؤثر حتى على السلم الاجتماعي على الوطن. يعني ترى احنا إذا تكلمنا عن المحتوى الهابط ما نقصد بس الأخلاقي أو اللاديني، حتى الاجتماعي حتى الأسري يا أخواني. في بعض الأسر تفككت بسبب واحد طلع يتفلسف يقول خذي حقك ولا أنت خذ حقك ولا سوبها كذا ولا تجيبها كذا. في هناك أولاد عصوا أبوانهم بسبب مقاطع، في هناك قبائل دخل بينهم هاشتاقات ووصلت إلى منازعات بين شباب والجهال منهم بسبب مقطع واحد أثار في نعرة قبلية أو أثار في قصة راحت لها 200 سنة. فأنت إيش رأيك في هذا المحتوى وهل المحتوى هذا؟ يا أبو عبد الله أقول قدام كل شيء قلوا يا الله يا الله إن الله يجعل لكم، يا من تكلمتوا في هذا الموضوع بكل كلمة أو بكل عرض
صدقه. امين. يا اخواننا ويا احبابنا ويا ضيوفنا الله يحييكم ترحيب المطر. الله يبيض وجهكم والله يا جماعه الخير. شوف الانسان اللي مثلكم وشرواكم، لانكم تتكلمون انتم من نخب المجتمع، وانتم لكم كلمتكم ان شاء الله مقبوله عند الله ثم عند المتابعين. واحنا يتابعنا يا اخوان يعني مجتمع راقي، مجتمع مسلم، ما هو حي الله اي مجتمع. سلام. مجتمع عليه عمل، ومجتمع طال عمرك يستاهل ويستحق انه يقدم له الشيء اللي يجمل. فاقول الله يجمل حالنا ويجمل حالكم ويقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين. امرين يا رجال وعلى قد استطاعتنا. يقول طال عمرك اولا سبحان الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الله المستعان. بقول اللي يتكلمون مثل ما تكلموا شيوخنا وضيوفنا الله يبيض وجيههم، تكلمتوا كلام لا يقبكم يعني نماذج في مجتمعنا ويستاهلونه اللي المتلقين والمتابعين. هذا بقى. فاحنا طبعا اعماركم، احنا خلقنا في هذه الدنيا، احنا طلع عمركم علينا مسؤوليه كبيره، وعلينا طول اعماركم شيء عدادات ما توقف تكتب كل صغيره وكبيره. ايش نقول لي قبلنا الله على هذه العدادات؟ ثم جاءت يقال صحائف طلع عمرك قيل انها بحجم الجبال، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا بقى. الباب الثاني فيقول شاعر شعبي بيت كذا اعجبني. سلام. يقول من ترك القالات لحقه ملامه، يختار في طور الشعف منزل الله. يا سلام. الصقر وين يختار منزل؟ فوق في راس الشعب. شفت جبال السروات هذه علوها يسمونها الشعب، في راسها طال عمرك الصقر يروح في راس الجبل يختار منزل الله. فالرجال يا طول العمر طال عمرك ما يهين نفسه ولا يقدم نفسه طال عمرك في غير مكانه. الرجال محشوم، الرجال مكرم، والمسلم له مكانه. لا فلذلك هذه طال عمرك اشياء طول اعماركم والله انكم تعرفونها، واحبابنا وبناتنا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات يعرفونها، ولكن طال عمرك ذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. واحنا مجتمعنا الحمد لله راقي، ومجتمعنا خير، ومجتمعنا يستاهل العنايه. اخوي واحد من اخواني شفت التاثير، التاثير يا اخواننا واحبابنا، يقول كنت ادرس في احد الولايات في امريكا، يقول متسوقت رحت من العمل نمت، قالهم رحت السوق عندهم ما يقفل، يقول تقريبا اخر الليل حول الفجر، يقول جيت طالع يا طول العمر. انتم شفتوا عندنا زمان طال عمرك البدو ولا اللي يحرثون ولا اللي يسني على البير اللي يفرع من راس جبل لا اله الا الله، يقول من خاطر وانشراح. يا سلام. اي والله. يقول يوم طلعت من السوق هذا يقول كلهم مجتمع تخبرون المجتمع الامريكي وان شاء الله فيهم بعد ناس خيرين، يقول وطعم رك من قصة صدري يعني، يقول سمع اللي في آخر المواقف لا إله إلا الله. قال وذيك العجوز طال عمرك تتعاد وتجي وتبكي وتبكي، إيش فيك يا خالة؟ قالت يا كيف يا أخي أنت أثرت علي بتأثير طال عمرك. يقول تبكي بكاء الكلمة هذه اللي قلتها لا إله إلا الله، أنا ماني والله مسلمة لكن عرفت ترجمتها وعرفت إنها كلمة التوحيد. فلذلك يا أخوان طال عمرك ترى الأنبياء والخلفاء والتابعين وتابعين التابعين إلى الآن كيف أثروا تأثيرهم الآن طال عمركم عم الدنيا. بن باز الله يرحمه صليت على محمد قدوة من قدوات مجتمعنا الإسلامي، الكلام اللي قاله طول عمركم تأثير، وهذا خير. والتأثير ترى ما جاب بن باز ولا العلماء أنهم جابوا في لحظة، ترى بمثابرات وتعب وكذا وتنقي واحد طول عماركم أول تمسي مجلس من مجالسنا، ترى البيت هذا والمجلس هذا مبروك الحمد لله. واحد من الضيوف الله يذكره بالخير أنا ما أذكر من هو، يقول فيه طال عمرك عالم طال عمرك يعني من علماء المسلمين، جمع 50,000 حديث. بالله عليكم إخواني 50,000 حديث نقاها ونقحها وطال عمرك وصححها وعملها طال عمرك في يمكن 13 مجلد. شفت المجهود هذا. فأنا أقول طال عمرك اللي يبحثون عن الشهرة صلاة محمد من حقك، هذا شيء من حقك، ولكن اجعل الله سبحانه وتعالى الله أكبر. نصب عينك يا سلام. اجعل الله راقب الله سبحانه وتعالى في كل ما تقوله. ثم طال عمرك ترى احنا كيف تأثرنا كلنا، احنا مجتمع مسلم تأثرنا من الوالد، تأثرنا من الوالدة، تأثرنا من الجيران، تأثرنا من الخيرين مثلكم وشرواكم. يا أخي حنا كنا في مجالس طال عمرك يعني الحمد لله نور العلم مجال، كنا في مجالس يجلسون فيها يا الشيبان الكلام اللي قالوه واحد من جماعتنا، وإحنا شفت يعني كيف تأثير. حنا كنا في مناسبة والله يا أبو عبد الله ولا يهونون أحبابنا ولا تأخذوني في التأخير في الحديث، لا أخذ راحتك. طلعنا طال عمرك عشان نصلي المغرب، كنا في مناسبة زواج، واحد من شباب القرية يأمنا أحيانا طال عمرك وتخبرك كذا،
فكان في شباب يلعبون لعبة معينة من اللعب الموجودة عندنا بيصير يلعبونها كذا. فلما قرب منهم أعطني اسمها، قلت اسمها لأن ضيعت أنا هذا اسمه خلوفة بن شبنا. لا اللعبة اللعبة أعطني اسمها اللعبة الكعشة. الكعشة أيوة أنا أبغى أنسى. في عصا يسوونها كذا يا أبو عبد الله اللي هي الجولف الآن، ويحط ويقصون خشبة طال عمرك، وطال عمرك اللي يدخلها جول مثل الجولف هذه أو ما أدري يسمونها حقة. تدري يا أبو معلش وقطعتك أنت في يوم كنا في بيت الحكمة في مرضهون قلت لنا اللعبة هذه، ورحت جلست في جدة في مجلس وكانوا يتكلمون في الجولف، قلت يا ولد ترى الجولف ما هم غير عند أوروبا والغرب، ترى الجولف عندنا احنا السعوديين قبل حتى يجون. قال يا ولد قلت فيه واطري بس اني جيت اطري الاسم ضيعته. الله يسعدك. فلذلك من عندنا يا بعد عندنا ضيوف الله طال عمرك، ان احنا ودنا احنا اهل المجلس، وان كان المجلس لهم مجلسهم ولا في فرق، ما نصب هالمجلس الا اللي يتسع للجميع. اسلم. قال يا شباب يا شباب، ترى ما سمعنا شباب زمان. يا ولد ولد ورع حتى يا ولد وبنان، لكنهم أدب الله يجعله في الجنة. آمين. يا شباب يا شباب، يقول اللعب حيث يجب اللعب واعمل حيث يجب العلم. يا سلام. احترام وتقدير طال عمرك، كل طال عمرك هم كانوا متغرزين كذا، لا في ملابس الرياض، متغرز الثوب كذا صلاة محمد وحافي طال عمرك، راحوا توضوا وصلوا. فلذلك شوف كيف هذا مؤثر، هذا مؤثر. فلذلك يا طوال العمر نقول لكم بشركم مجتمعنا في خير، والدعوة إن شاء الله طال عمرك والناس صاحين ولا كذا، ولكن في أمور سلبيات بسيطة إذا عالجناها وعالجوها المطاليق اللي مثل الحاضرين ومجتمعنا كلهم في خير، فأسأل الله هو سبحانه. هذا نقاش هو إن شاء الله أنه من المعالجات. آمين. أبو صالح عندك حساب في السوشيال ميديا ولا لا؟ عندي هالسبحة الله يعيد لي عبارتك فعجبتني اللي قالها، ولا العب حيث ايش؟ اعمل حيث يجب العمل ولا حيث يجب العمل، واعمل والعب حيث يجب اللعب. محل ما يطيب وقت اللعب العب، ولكن اذا جاء وقت العمل الله الله، لكن ما يمنع ساعة وساعة. هو زي كذا ساعة وساعة نفسها. أبو صالح هلا، ما عندك سناب شات، ما عندك تيك توك، ما عندك يوتيوب، ما عندك تويتر، مثل ما قلت لك ها الاخوان وفوا وكفوا وجزاهم الله خير، لكن دخلت بيت الحكمة ومبارك قدامي وابو فهد قدامي وانا قد معتذاري، زلت كلمة واحدة قلت يختار، قلت جيب الكرسي الكبير والصغير لوح، قلت الضيف يختار. شفت وانا اعتذر يا ابو فهد انها زلقت سذية. لا ما قلت لا لا اقول لك ضرب هذا. شفت انا اعتذر دون هذه وبالحق انا قايم من ذلك. تسلم تسلم. لا والله ما حصل شيء. اما انا ودك بعضنا كان ما سمح ذلك. أنت بين أنت من أسمح لك، أنت بين أبو تخيل دائما أشوفك كأنك تبي تهاوشون وبأفرعكم. إيه وقلت إن هذا إنه مقلب ولعل السالفة ولا طلعت لكم بسيارة واحدة. أيوة ولا ولا الله يجزاك خير يا أبو فهد. أنا ترى ما قلت أهم مقصد بأي شيء، أنا قلت الضيف يختار وبس. لا والله ما أبو فهد ما طلعت على والله ما حصل منك شيء. من طيب أبو صالح والله. أما يا إخواني يا حبيبي الله يكثر من أمثالك. الله يجزاكم خير ويجزاكم خير ووفقنا وإياكم دنيا ودين. الإنسان يا إخواني يغلط، خلق الإنسان في كبد، خلق الإنسان عجولة، خلق الإنسان كل شيء عنده سبحان الله العظيم، لكن الموفق من يتعالى بخير. الموفق يا أخواني من يتعالى بخير. أذكر قصة وربما إنها حول الجوال. الجوال يا أخواني أبو تخيل وراكم جوال وأنا وريتكم الجوال والباقي تبارك الله نقول على راحتهم. تقول لي حدا الوالدات تقول كان لي ولد ما هو كبير أبو 13 وتخرج من الابتدائي درجة امتياز ودائم يجيب تقدير وعلوم طيبة. تقول يوم جاءك اليوم دخل بالمتوسط، تقول له مشهور يعني جميع مثلا مدرسين وكل شيء يشكرونه دائم. تقول يوم جاءك اليوم تقول له يجي لا من جاء على طول يحب راسي وعلى طول للمسي توضى قدام الأذان. هذا الولد هو 13. تقول مضيت أنا وياه وقلت الله يستر عليك يا وليدي صاحب الأخيار، ترى الصاحب ساحب بما يقولون والمجالس مدارس يا وليدي اختار لك ناس حالحين. تقول أخذ لفترة بنص المتوسط بشي اسمه بس سنها الأولى. تقول يوم من هذا قال جاءك اليوم قال لا الولد قال تعبان جدا قال يلا يتنفس قالوا لا سلم علي. تقول والدته تقول يوم منه ما سلم علي تقول والقاه راجد عقبها المسلم صلى وانت دائم توضى قدام الاذان وانت وش جاك؟ تقول له والله لهوني يا ولدي وش جاك؟ انضربك احد انت وش علومك وش
قال زملائي اشتروا جوالات وانا لازم اني اشتري، لازم اصير مثله. هو تخرج من المتوسط من الابتدائي، حين دخل بالمتوسط ودخله بناس جدد، هذا دائم يشكرونه ويقدمون له هدايا. هذا اليتيم ترى يتيم هذا، شفت؟ يقول المهم، قالت يا ولدي والله لابيع البنقرة حقتي واشتري لك جوال رضالت لك. بعدين يومه تقول لهم الضايق، جاءك اليوم تقول وانا اشتري له جوال الله يدفع البلاء. تقول وعلى طول يصير معزل عن الناس، ويوم منها جت الشهادة لو والله ان الرجال ساقط الله لا يبلان عقب ما هو مشهور ابو علوم طيبة. يوم جت الشهادة بل بتوسط لو والله انه ما يخالف عافاك الله تفضل لو والله انه ساقط. يا ولدي وش جاك؟ وش تقول الله اعلم انه القطه مثلا، الله اعلم سبب او نفسيه او عين او تقول واخذه ووديه الشيخ، تقول يقرا عليه شوي، تقول الود الهونين لهونين هانت يا ولدي وش عندك؟ قال انا والله ما ادري وش جاك، الله اعلم انها عين. شوف ترى كثير من الناس يركزون على العين، وانا يمكن قطعت الاشاره حالي من الاخوان لكن يعذروني. مسموح مسموح. ابغى اقول اللي اقدر عليه. يا ولدي يقول المهم اني رديت محله، يقول ويتلحف هالبطانيه، يقول كل ما اجي يقول له والله ان عيونه مجمرات تحت هالبطانيه. على الجوال على الجوال يا ولدي والله مجمرات. قال وانا ارجع للشيخ. تقول وانا ارجع للشيخ اتصل عليه، تقول ولدي من اول يطلع والله اني صيف مع زملاه، وحال حين والله انه ما يطلع من فريشه، البطانيه عليه وكل ما قلت لكم صل ما تدري وش عاين فيه تحت البطانيه. كل ما جيت واذا هو عيونه مجمرات وليله كله والصلاه خلاها والمدرسه خلاها وحبه راسي يا امه خلاها، والله ما ادري وش اللي صار. يا ساتر وين راح؟ قالت يطلع مع اخوياه نص ساعه ساعه وبالاخير الله يدفع البلا، ما ادري وش اللي جاء. قال طلوعه من اول يطلع نص ساعه ومع اخوياه، لكن حالهم مع العالم كل ابوها. صدق مع العالم كل ابوها، شو المقاط وغربيل وبلاوي. لكن حاولي ان تدخلينه على الله وان تدعي له، وترى توه يمكن 13 14 الورع، وربما تحاولين اعتزاله وتشوفين تراكبين الجوال. الجوال هذا اكبر سلاح، ان بغيت للشر جابه كل ابوه، وان بغيت للخير جابه كل ابوه. تقول وانا احاول واحاول. المهم الدعوات يا اخواني، ترى بعض الناس يدعي على عياله لمن هذا والخسران هو يحصل عليهم شيء، وبعض الناس يدعو له يدعي لعياله وهذه عباده وترد عياله عليه، هم انه يضيع عياله ويدعي عليهم ترى هو الخسران. تقول والله اني ما اخذت، تقول له والله يوم رجع الرجال واخذ الجوال عنه وقلت لك نص ساعه بس، ما تتصل إلا على خوالك وعمامك. يا سلام. تقول اتصلت أنا وياه وبتل الرجال وعاد الله لي ودخلت لله بالله، وقلت شفت وش وقعت به؟ أول ما أنا سقطت، وثاني شيء رحت مقاطن قبيحة ما هي بطيبة. يا ولدي تكفى يا ولدي وارخى وادعو له. تقول والله أني ما أخذت حالعين، هو إمام مسجدنا الحمد لله ما شاء الله وشيخ وعقله الله، لكن الشيء بالجهود والطلاب يضرب الواحد والعياله والوالده والأحياء وأماته. ما طول عليكم سلامة الجميع. جملت جملت. واكتفينا إن شاء الله بضيوفنا الله يجزاهم خير والله تحفوا. جملت يا أبو صالح. وانت بسالة. جملت أبو صالح رأيه يعني في هذا الموضوع. أنا فهمت رأي أبو صالح والله أنها أنه الـ 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 الأب والأم مسؤولين عن جوالات أبنائهم. صحيح. أبو تخيل دبي. الحقيقة يعني بغيت اعديك بس اني ما ولا انت تدري اني زعلان عليك. الله كريم. زعلان عليك من يوم الربوع. اه كريم انت خابر، لكن عاد بنمشيها وانك رجال ان شاء الله يوم الربوع موعدنا بخير، فلا ودنا شيء خاف. يا جا مشكله. ها انا شريت ذبيحتكم قبل اعلمكم بعلومي الثاني. شريت ذبيحتكم البارحه. طيب وقعتها في السطح من حبكم ومن قدركم. في السطح في السطح. أنا ما خلنا أقول لكم يا الربع، خلنا تعال. أنت الكبير. مرنا على المشكلة تراه ما يدقق علي، ما يدقق علي. والسطح الحوض حقه تغير. وإن أنا شو من شر وما يسمع عنده لوكسيد. بدور الأرض. إيه. ويوم تغلت عندي تصل الفجر. أقول ذبحت خوياي.
لما يقل وابحر ابيات ولاد قصيري يا رجال حملت يقف على نتيس ودخل مع قزازه الاكسج على الله او ذا الحين الاكسج قزازه ب 2005 اغلى من التيس والله وسددتها والتيس قيمته راحت والربوع قرب وانا طربان ومشي الحين خاطر كرامتكم يا ما شاء الله وذا الحين اللي بنقط لنا 1005 ايوه اللي بنقط لنا 1005 اما هزعتم معي يا خويكم التيس والكزز التيس وقزازه ولا سلبها احنا ما عاد انتوا قال كان بتعذروا هاو السلام ها هاو السلام والسلام انا بسبق الشيباني تمثل عليهم بصالح انا كفيله كفيله حالي كفيله بيش انا كفيله مثلا الا عن الخطا هذه من الخطا ايوه والخطا ما كفيله يعني تبرين منه ما خطا يا ابو صالح تحط بهيم يا مرزوق يا مرزوق السطح اول شيء احنا ما شرطنا عليك تشتري ذبيح تحطها فوق السطح يا ولها البرد انا بغذيها تغذيه طيبه لا وانك رايح الاكسس كله يوم الربوع حنا كلنا اتفقنا من يوم الثلاثاء لا نتغدى ولا نتعشى نعم نفضي بطوننا لهذا الذبيحه وترى ترى ترى انا كل كفلنا عليك رجال يا رب انا اسمع كفلنا عليك رجال من الذبايح المكفنه ومن الاسترالي ومن البربري ومن التيس ابو قرني حنا شرطنا يا حري يا نعيمي ايه وجدع حتى سنين ما ناقله اما الذبيحه ذي انا خايف انك تقطع رزقي من ذلك كل احد من ذلك خشانا طيب صل على النبي يا ابو طيب اللهم صل على النبي انت عندك حسابات ولدك تخيل قايم عليها ما شاء الله ونشوفها فيها الطرفه فيها المزح وفيها النكت فيها يعني والله الحقيقه اني ما لاحظت فيها شيء يخالف الحمد لله يخالف الذوق العام لكن اكيد انك ما دامك عندك حسابات يمكن ابو سليمان وابو صالح ما عندهم ابو صالح يقول مسبحتي عندي و هو صاد لكن انت متابع اكثر منهم هل حنا كلامنا هذا واقعي فعلا في ناس يقدمون محتوى يزعجك ويزعجنا لا تابعنا نعم. هل هناك ناس يقدمون شيء أتمنى أنا وأنت إن بنتي وبنتك وولدي وولدك وزوجتي ما يشوفونه نعم. هل هناك ناس يقدم الآن محتوى إذا شيب ولا مات أولاده وأحفاده بيخجلون لا قال الناس هذا جدكم نعم. في ولا ما في الكلام ده صحيح وأنت وطيب مني إذا النشام أو كل من حضر فيه لكن الخير والبركة فيه الإيجابي فيه السلبي طيب إن كان ما بعض المقاطع وانت تتابع الجوال تقول ليش اني ما اشوفها ولا اشوفونها الطيبين انتم شرواكم ولا احوالي ولا بناتي لان الله تفينا شر ولكن فيه محتوى عند اكثر ان شاء الله المشاهير الله يشهرنا وياكم بالخير محبه الله وبطاعه الله يا رب ومحبه المسلمين ويدلنا على ما هو يحبه رب العالمين ما شاء الله. انا طال عمركم يا اسمع ما هو بعذر عن نفسي ولا هم مدح في نفسي أنا اخترت لي مقطع مثلا في طاعة الله في الصلاة استشرتكم وشرواكم ما شاء الله من إخواني من جيراني من أهل الدين من العقال من العراف هل المقطع هذا وش رايكم فيه أنا بنشره هل هو لا أيدوني عليه نشرته في رجال الله نشرت في طاعة الله في الصلاة ونشرت طوال العمر في الزواج ها في الزواج الزواج الخير يا ابوه ونشرت طوال العمر الخير في الشباب اللي يكلمون بنات الرياجيل والمغاجل وجانا عليه صدر طيب وفي الدخان شفتك مقطع زين حتى ولدي قلت ترضى ان حد يغازل خواتك ما نطق باب الناس طقوا باب يا سلام وجاله صدر وجاله وعملنا مقطع في الاخوان المتقاطعين ما شاء الله والله ويوم خدت يومين ليكلمني واحد من الخد انا والله لاني بعرف الرجال وراني بطيئ منكم من المسلمين لكن ندي معرفتنا معكم وش هروا ما أخذين قسم ولعل الله يوفق بها ما شاء الله. بعد يومين قلت لأخو الطيب تاج عراتي يا سلام واللي ما هو بطيب الله يحمل وياه هذا من الجار حسبت أما بيسلم ولا بتعاجة وأخوك الطيب لقده معك قدروك الطيبين وش هرواكم ولقده معك هبوك من الرجين تكرموا منهم وش هرواكم واخوك لبد زعلانه في افراج قال والله فلان ما تمت على حادث وزعلان على اخوه لهم اخوه متهاجرين وحتى عياله وبناته كلهم متهاجرين خذنا بعد يومين اتصل علي رجال انشروا ما يسمع الله يوفق الجميع قال والله يا ابو تخيل شفت مقطع وانا الكبير واخوي الصغير هو اللي مخطي علي هو اللي هاجرني
والله اني اخذت الخروف وركبت ما شاء الله لان جيته وحبيت راسه وحب راسه تبكينا وهالحين تعشوا عندي وتعشوا عندي يا سلام وبناتنا كان ما حد يجي حد ولا عيالنا ذا الحين قد حنا ليليا جميعا عوائلنا الله هني لك الله والمقطع الثاني عملت انا ولدي مقطع يمكن شفته ابو عبد الله المدرب في تدخين الشباب ممتاز ممتاز شاب جعله صداع بتوفيق الله دخلت على ولدي ولا معه كرطاسه احنا عاملين تنظيف وحطها ورا وايش لا قال وتوش الريحه اللي فيه انت الدخان يا ولد يضرب بالوجه وما عاد سياره ولا خليك تجي المجالس ويصيبك سرطان وسجبك من ابوك ومن ربعك ومن الله يجي من مدرسه وايش تبيبه الله بعدين ضميته وطلبته وقال على خشمي يا سلام الله الله قلت ما نجلي ساعه قال والله انت واحد ويجوني في الشارع وبعض الاحيان ما معي سيجاره ويعطوني سيجاره واعطوني قام يعطوني قلت طيب الطيبين المجالس الطيبه قال والله يوم يجي حتى عندك بها مناسبه ولا عند جيراننا اني اتضايق عشان الريح اللي فيه ولا في ملاعبتي صدق وقت الطيب وذا واني خلي بعض المناسبات واقول في الم... لا قلت ما شاء الله لا لي اترك قال لي اترك قلت المراد ان الله وفقك الله يوفقنا وياك الثاني طال عمركم يا اسماء حنا نقول محتواك انت وولدك شفناه ممتاز وفيه مزح وفيه ما في شيء ترى ساعه وساعه لكن انت الحين حنا الان شرحنا المشكله كلنا الحاضرين نبغى ابغى كل واحد منكم يقترح لنا حل حنا الان لا فتحت باب مشكله فكتر الناس حلها حلو ايوه ذي الحين نبغى يبو تخيل ما دامنا كلنا اعترفنا بدور عليكم كلكم ان في مشكله وان هناك محتوى يقدم ما يرضيكم ولا يرضي العقلاء نعم واكيد اللي خلف الشاشات يتفقون معنا الناس يشوفون ايش ظنك ايش معنا من حل انا وانت واللي والمشاهد اللي تابعنا ولا المشاهد اللي تابعنا ابو صالح قدم لنا حل اول حل ترى ابو صالح ان الام او الاب مسؤولة عن أولادها لو كل أب وأم راقب جوال ولده ومحتوى ولده كان خففنا من هذه الظاهرة صحيح. أنت وش عندك تقترح أنا حل من نسبة الحل قالها أبو فهد من غارب سوره الرابع يعني يقول ترى إنسان محاسب عند الله يا الله الوازع الديني الوازع الديني هذه أول شيء ثاني حاجة فلا تعمل أي مقطع ولا أي حاجة في وقت الصلوات ولا وقت الأشياء اللي لا ثاني حاجة بلب ولم هذا عمودين يعني ضروري ضروري الكلام اللي قال ابو صالح يقول الوالد اللي هذا فيه عيال كانوا مع ابوانهم وطالعين ربهم وذا ويمطحوا بين الجوالات ولبجي وما ادري ويش وهنا لعبه يسمونها لبجي 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 الببجي لببجي سمعنا لعبه الشباب ظهر الله يهدي الغاوي الله يهدي ولعب والله فيه عيال من نعرفهم انهم حتى ابوانهم ما عاد قاعدوا معه، لا راحوا معه من ابلهم، ولا راحوا من مجالس النشام انتم شرواكم، ولا راح الصلاه، له يسعى، ما تجنن، يسعى، ولا عول، له اكله هجومي، ولا في الجاويه. ترى الببجيه بتقول ببجيه ابو تخيل؟ قدام 50 استاجات في شقه، ومن جنبي سكن واحد عريس شاب. واضح انا واضح من شكل الولد انه باقي عريس، هو ويا مرته اثنين شباب. وكل ما طلعت ايام اللعبه ذي سري كل ما طلعت الرجال في سيارته على الجوال انا ان بعض الظن اثم يا اخواني قلت الله اكبر الرجال ذا مرته معه ويخليها يروح يراسل الحين اكيد انه ما طلع من البيت الا انه يكلم مكالمة ما يبي مرته تدري عنه ايوه اذن اللعبه هذه هذه اللعبه واقعد يوم جاي يوم قلت ملي معي واحد من العيال قلت يا ولد شوف الرجال ذا جاي ياخذني قال يا ابو عبد الله هذا ما ابي غازل هذه يتحدث لعبه الببجي مر من عنده وتشوف وفعلا يوم جيت عنده يوم هم اللي فعلا اللي اللعبه اللي تقول هذه والله اني خلي تراها مرض وهو متزوج يعني يخلي مرته في البيت وانا في السياره عليها نعم. قلت سيء قلت سيء قلت سيء ادمان هذا الجوال الجوال فتره فتره ثاني سلامك ابو عبد الله هذه اللعبه خطيره وانا شفتها عند بعض عيالنا وعيال جيراننا واللي يفتح فيها الله لا يبلع لا عاد يسلي ولا تعودي ولا ينجح في المدرسه اسمعي الحقيقه لعبه احنا خطيره خطيره والتحادي بيكون منفصل من المجتمع كله التحادي قصدك ما بيشجع الاتحاد لا يعني يكون وحيد لا كره كره هنا ايوه لا التحادي هذا ما يقول ما يجي بيصير التحادي ابو عبد الله توحد 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 اي الحاله
لا قلت شن قال وي وي كان كان ما قدنا المعقولية. ثاني حاجة الله يجعلنا وياكم إن شاء الله من محتواه نافع. جميل والله حق ويشهرنا وياكم محبة الله. جميل جميل يا أبو تخيل الله يبارك وياكم. أبو عبد الرحمن ادعوا له وادعوا له آخر من ناخذ رأيه معنا في المشكلة وإنه بيرجع الحلول. أي أبو علي باقي أبو علي تفضل يا أبو عبد الرحمن. المشكلة حنا عرضوها ضيوفنا وعرضنا انا ايش تقترح حل يا ابو انا بس احرج على بعض النقاط ابو عبد الله تفضل سمعتها. واحد قبل شوي تكلمت عن الكبره من الشيبان وقال اللي لحدنا يقولها بيحكم اللي جانا يجيكم الشباب كويس ولدني يقد جده يدرجه وجده قصرت نخطاه ودوب يمشي وقال لي يا جدي ورع صغير قال لي جدي وش اللي مقيدك قال يا وليدي اللي قيدني يفتل قيدك يفتل قيدك يا سلام. ابو عبد الله قال الكلام المؤثر الكلام ابو سليمان قال الكلام المؤثر احنا جانا مره داعيه واحنا في مسجد شاهي عمران واحنا مجموع عسكريين وجاء صلاه الظهر من الشؤون الاسلاميه في القطاع العسكري وتكلم تدرون ايش الكلمه اللي قالها قال لا إله إلا الله قبل يبدأ حديثه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثلاث مرات بكى الصف الأول يا حبيبي ما قال شيء ثاني الله. طب حتى العسكريين يعني تعرف أجواهم وجو العسكر فسألت قال والكلام اللي يطلع من القلب ياصل إلى القلب يا سلام, سلام. إيه بالله الله سألت ليش كيف تأثروا إيه ما انا قلت ما الرجال ما مداه يسترسل في الموعظه يا سلام ولا مداه بس توه قالوا الكلام يطلع من القلب يصل القلب. بالنسبه للمؤثرين السلبيين المؤثرين السلبيين هم قسمين قسمين المؤثرين السلبيين هين الايجابي ما عندك مشكله هذا اللي موفقه ودل على الطريق الصواب هم قسمين المؤثرين السلبيين مجموعه هذا اللي اعطاهم من عقل معقولياتهم والله لو تعطيه وتقول له ما تغيره جاهل عقله العقل الفهم المنطق عنده هذا هو اللي انت تشوفه خطا وشوفه صح لو طريقه غاوي نحسب انه متجه هذا عرفه هذا فهمه هذه معلومه قدره الهيه هذه معقوليته انت تنقده وهو لا ما هو ما يقدر انه ينقد هذا نوعيه وهذا ما فيه طب النوعيه الثانيه لا هو يدري انه مخطئ بس يقول ابي جمهور ومتابعين ابي متابعين ما مستعان هو عاقل يدري هذا النوعيه هذا لا هذا هو اللي ينفع فيها العلم ولانه ليش لانه يعرف وش هو على يعرف انه عنده خطا يعرفه لكن يقول والله انا اسوي هذا وانزل للمستوى هذا واسوي بعض الحركات هذه ابي عشان المتابعين يكثروا ما هو بغوي يعني هذا اثمه اكبر هذا اثمه اكبر اي هذا طال عمرك يداري عنه يسوي لكن في واحد على مستواه معلومته مهما تقول له مهما هذا عرفه احنا الان لو طرح موضوع وجاء فيها الراي ما كل واحد الحين منا يدري برايه تمام كل واحد ينظر من زاويته ونظريته كانت في باله صحيحه بس يجينا واحد يجيب راي مقفل الجهات كلها نتفق كلنا معه حتى لو ان كل الناس مقترحين راي اول وراي ما هو بغلط بس جاني ابو فيصل جاب لي راي مسكت تمام اي والله صح كلام ابو فيصل صح يعني هذا هالناس معقولياتها بهالطريقه الحلول اذا قلنا الحل ونبحث عن الحلول ما فيه اكثر من تذكره الموت كفى بالموت واعظ غيره ما يرد على الانسان ما يرد على الانسان ولا نردع طموحاتنا وين هي جامح تنبنا لكن اذا ذكرته وعرف مصيره انه مثل ما قال ابو فهد تخيل قال قلت انك حط نفسك انك مت هذا ها لو تخيلها حقيقي تخيل هذا الشيء والله يتغير كل شيء والله لو واحد يجي له عند دكتور ولا ويفضي لها الدكتور بسر انك تراك ما تأدي لك وقت 24 ساعه ولا الوقت الفلاني يقول انت حالتك وصلت لهالدرجه ها ان اول يمكن اول ما يسوي له جواله يمكن اول نقطه هنا جواله يمسح شيء في جواله ايه هذا ها
شفتوا كيف؟ يعني فالإنسان الله يهدي، الله يهدي من يشاء، الله يفتح الله على قلوب الناس، الله أمامي، ويفتح عليهم بفتح مبين وتوفيق. الله أمامي. الإنسان يجهل لكن الله سبحانه وتعالى يرد فينا، الله يجعلنا وأنتم من المهتدين. أبو علي رأيك في هذا المشكلة اللي طرحناها، وش عندك من حل؟ الحل لا، خلني أبدأ في بعض المشاهد. الله يسعد صباحكم جميعا والمشاهدين. أنا شاركت مرة، ما مرة، عدة مرات، لكن قبل 4 سنوات تقريبا مع أحد المشايخ الفضلاء ومحتسبين، ودخلنا في برنامج معين ذات اتجاه خطير، لكن دخلنا لهم بشيء أفيدهم فيه محبوب للجميع، ووجدنا ما يشي بالعين، وكان فيه ناس مشايخ محتسبين ما نعرفهم كانوا يتابعون، إذا شافوا أحد بيغلط علينا حذفوهم. يعني برنامج سيء مرة واحدة، في منهم اللي يقول ها إيش عندك، إيش جابك هذا الشايب، واحد يقول أنا متعجب وش اللي جابك عندنا، قلت أبغى أجلس معاكم وأشوفكم وأشوف حد، وفي منهم اللي يقول إيش عندكم وإيش عندك. المهم لين دخلنا الفكرة اللي عندنا، المهم دردشنا عدة، والله يا بعض المرات أن نبث في المسجد من بعد العصر إلى صلاة العشاء لا يقطعنا إلا الصلاة. الغريب في ذلك أو العجيب، طلع واحد من هذا رئيس البرنامج هذا اللي يستقطبهم كلهم، موظف عند أحد المشايخ اللي إحنا نعرفه ولا يدري طول هالسنين، وكان يخسر راتبه، وأبوه تاجر يعطيه بالملايين، وضيع الملايين، أحرقها في هذا البرنامج، وبرنامج وين غادي، نسأل الله السلامة. المهم أنه في النهاية خرجت بحاجتين، واحدة تراسلنا من أحد المدن القريبة وقالت لي توبة، قلنا ومن اللي سكر باب التوبة؟ مفتوح إلى اللي انت غرغر إنه تراسل بعدين تقول بيض الله وجيكم على الكذا. العدها الرجل هذا اللي كان ياخذ الملايين اعترف قدامنا واخذنا على جنب، قال تراني انا اللي كنت مستقطب العالم ذولا كله. الله المستعان. وكيف؟ قال كنت في عذاب، الريال ما يلحق الريال، اخذت دراهمي ورواتبي، خليت عيالي وغلقت الدراهم اللي عند ابوي. اللي بقول انا، انت تقول اللي يعطي اشارات ولا كذا، لا ترعى حول الحمى ان كانك تخاف الله وتتقيه. لا ترعى كل لايكات والمتابعه، لا ترعى حول الحمى. نعم، يقول يدخل فيها الكذب والنفاق. القرآن سورة النساء أقل آية فيها لا تقل عن 5 سطور تقريبا ولا 4 سطور، إلا آية واحدة 138 إذا دخل فيها النفاق بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. شوف هذه الآية في سورة البقرة النساء، كم عدد كلمات؟ حوالي 4 ولا 5. الشيء الآخر، كنت في مجلس مرة ومعنا مشايخ تكلموا كثير وقالوا باقي فلان وفلان، قلنا ما حنبطي من المشايخ هذا، لكن أقول لكم، قال نعم، مجلسين كبيرة عريضة، قلت أنا أطلبكم طلب، قالوا نعم، قلت إن هذا وسيلة خير ووسيلة شر، لكن تخلون هذا شاهد لكم لا عليكم، قال كفى زدنا، قلت ما عاد عندي إلا هذا. الشيء الآخر، قبل عدة سنوات قبل نعرف بجي ولا ببجي ولا تكتك ولا كذا، في ذاعة القرآن شيخنا الفاضل الله يصبحه بالخير الشيخ سعيد المسفر كان يتكلم في موضوع كثرة اللي يشهد لك بالخير أو يشهد لك بالغير، تقريبا حول الموضوع هذا، فكان لي الشرف أني أشاركت بطبيعتي وسجيتي. قالوا وش عندك؟ قلت أنت تبغى اللي يشهد لك في شهادة كثير كل العالم كثم ينتهون، ولا تبغى اللي يقعد معك فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض؟ قالوا لا، هذه اللي المطلوبة، أي هذه المطلوبة. قلت اجل في تذكر الآية، وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اذا جيت هذا كل حفره تتمنى العمل الطيب ذا الحين، والله كل شيء تقدمه من خير تجده عند الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضره وما عملت من سوء تود له ان بينه وبينه من بعيد. فاختر ما يشهد لك عند الله، فالله يبعدني عن التكتك انا بالنسبه شخصيا، ويبعدني عن غيرها الا السناب والواتس. وبعدين فينا نقطه بسيطه، انا تعريج كثير، لكن بعض الناس إذا تبغى أفتح المقطع حقك أرسل لي في اليوم في اليومين مقطع
زي واحد من المتابعين عنده أسعد الله صباحه أبو عبد العزيز يسمعني ويعرفني، الله يبيض وجهك ويكثر من أمثالك ومي يسمع، يرسل مقطع مقطعين في اليوم نستفيد منها، لكن واحد يرسل لك 20 رسالة والله 20 كلها بيت شعر ولا كلها كذا، يا أخي خلاص يا أخي تعبل الجوال. الشعر اللي ينفع ما يخالف، لكن ما ينفع ما أي شعر 20 20 على كثر يا أبو 20 مقطع أبو صالح. أنا إذا ما فتحت هذا تلومني، لكن يا أخي اختر وش اللي تعطيني حتى أعرفه زي ما قال الشيخ أحمد وصلى الله على سيدنا محمد. الكلام كثير أبو جملت على كل موضوعكم هذا قمة، كل منكم طرح رأيه وخليت كل واحد منكم يعطي رأيه بكل أريحية، ودي أعود على ضيوفنا أخذ من عندهم حلول، لكن قبل كذا ودي أذكركم وأذكر متابعينا ومتابعاتنا، وهي لعلها هذه المبادرة اللي عندنا لعلها هي من الأثر الطيب أيضا، هذا الوقف اللي نحن قايمين عليه وهو وقف الرحماء التابع.